النهارده بنناقش قضيه تخص المجتمع، قضيه هامه جدا، فعشان كده نستضيف معانا الاخ نتعرف عليه محمد هريدي. محمد هريدي اهلا بيك وكل سنه وانت طيب. وانت طيب مع البشر. محمد هريدي، دلوقتي احنا بنناقش قضيه تعدد الزوجات. يعني انت شايف ان صح في الزمن اللي احنا فيه ده ان يبقى عندك زوجه او اثنين وثلاثه واربعه وكده؟ والله بص، هو على حسب. يعني ازاي؟ على حسب مقدرتك. انت قدرت ان انت تصرف على بيت اثنين ثلاثه، ربنا يديك واخدك. اه تقدر، وطبعا الواحده الثانيه دي بتبقى جميله يعني بصراحه. انا متجوز اثنين. اثنين ربنا يعينك حبيبي. حبيبي عندك اولاد منهم يعني؟ اه عندي 11. انت هتلعب الاهلي بقى. 11 عيل بجد؟ 11 عيل الحمد لله ما شاء الله. بس والله ربنا يديك الصحه، بس انت لسه صغير على 11. لا الشام الله الله يا سي هريدي. هريدي والدلع ديدي. لا معايا انا. اتجوز اثنين، رايح تتجوز الثالثه؟ انا اروح اعمل البطاقه. استني يقولوا لي انت الزوجه الاولى ولا الثانيه ولا الثالثه؟ طب دي واحده الاول. حضرتك مين؟ انا مراته. مراتي منين؟ انا اعرفك انا؟ نعم يا اخويا. دلوقتي بتتبرى مني؟ هتتبرى مني ومن عيالك ولا ايه؟ يا الله يا ست ربنا يسهل. ما بشحتش منك يا اخويا. يا عم انا ما اعرفهاش. ما تعرفهاش غير لما هتتفق عليك يعني ولا ايه؟ شكلها نصابه. محمد هريدي. قال لك اسمه محمد هريدي ولا لا؟ هو محمد. واحنا انا دايما كنت بقول له ايه يا هريدي والدلع ديدي. لا والله. ايوه يا اخويا. على الله ربنا يسهل. ما انا متكله على الله يا اخويا. يا ست ربنا يسهل. شكلها نصابه. نصابه نصابه منين يا اخويا؟ بقول لك ايه، فوق اتفضل حضرتك. احنا لسه قايل ان انت عندك استطاعه ان انت تتجوز اثنين وثلاثه. هم اثنين بس. لو هي دي مراتك، احنا يمكن انت حضرتك مثلا مش نظيفه او معفنه مثلا. يا لهوي. طب انت شايف شكلي ده؟ انا بستحمى مرتين ونص في اليوم، اعمل ايه تاني؟ يمكن مثلا حضرتك اسلوبك في الكلام عفر زيك كده. عفر؟ ما تلم نفسك بدل ما بص اعملها معاك. ساعات الراجل بيبقى يعني لا مؤاخذه يتجوز على مراته عشان هي لسانها طويل. لا ده عينه فارغه. تتجوز واحده زي دي؟ ده عينه فارغه. سبسب لي شعره وتطول لي نساء. ايه الشنب اللي انت عامله ده؟ والنضاره دي جبتها امتى؟ من امتى بتلبس نضاره؟ ده انا اللي نضفته. ماشي انا هلبسك يا حريتي. يا مدام عيب. يا مدام انت يا اخويا لما بقى في ايدك الفلوس والقرش جاري في ايدك عاوز ترميني؟ طب استني يا مدام. يا ست تكل على الله ربنا يسهل. هي واحده بس. ما بشحتش منك يا حريتي. ما تقول ما يعني انت عندك عيال. والله ما اعرفها. ايوه يا اخويا. ما تعرفهاش؟ والله ما اعرفها. والنبي امال العيال اللي ده انت عندك سته مني. يا نهار يا ست. سته ايه؟ ايوه سته يا اخويا. انت جايب الاحتياطي من هنا كمان؟ انا اعرف. ما اعرفهاش والله. والله ما اعرفها. ما تعرفنيش منين يا هريدي؟ اقلع النضاره. اه يا مدام. ايوه يا هريدي. يخرب بيت ام الفقر. يا عم والله ما اعرفها. هي انه دي اللي استنى في الارض. يا هريدي. ده هريدي. اتفرج يا عم. بس لما اتجوزت اخته وحطيت ايدك في ايدي. احط انا ايدي في ايدك انت؟ انا جبت لك يا اخويا. انت مين؟ هو ايه اللي ما تعرفناش ده؟ بالراحه بالراحه. والله ما اعرفه. انا ابراهيم اخوها. ودوت اتجوزها وحط ايده في. شغال ايه يا ابراهيم؟ شغال ايه؟ شغال سباك حضرتك. سباك ايه انت؟ اه يا عم. انت بتقر مننا ولا ايه؟ ده احنا لبسناك. يا هريم. يا هريم. يا اخويا. ممكن يتجوز تاني وتالت ورابع. اسلامي يا فولة. الله الله ويا اختي اسمع الله. انا اروح اجدد البطاقه يقولوا لي انت الزوجه الاولى ولا الثانيه؟ ما اعرفهاش الست. ما تعرفنيش منين يا فولة؟ فولة ده انا فضلت في دم دمس الفول لما دمستك انت يا فولة. بقيت شبه الابره يا فولة. انا اعرف واحده زي ديت. دي منظر واحده حد يعرفها؟ لا يا اخويا ما شفتش ولا منظر. عامل ازاي؟ منظري ايه يا اخويا؟ ابعد يا ست فولة عني. هاني امشي يا هاني. يا ست يا ست اديني فرصه. انت ليه عليا؟ انت تعرفها يا ريس؟ انا ما اعرفهاش. تعرفها؟ انت مين؟ انا مراته يا اخويا. ولا اعرفها. اعرف منظر واحده زي دي؟ مالها يا اخويا؟ بص مالها يا فولة؟ ابعدي يا بيئه. انت ابعدي يا مدمس. دي بيئه. ده بص اصطبع عرباجي جدا. دي بيئه. انا ما اعرفهاش. اسم الله واتنجرنا. انا ما اعرفهاش. دي بيئه قوي. بتاع عربيه الفول بيقول لك بيئه. اساله بس. اساله. اتفضل حضرتك. طب حضرتك انت قلت ممكن يتجوز اثنين وثلاثه. ايوه يا فندم. يعني انا ما اعرفش ديت. انا اول مره اشوفها. يمكن انت حضرتك مثلا مش نظيفه في بيتك. مش نظيفه؟ اسال كعب
برجله اللي انا بحنيه له على طول يا اخويا. وريهم رجليك. ويا بي انت ايه؟ حنة دي ولا مش حنة؟ امشي يا بي انت. حنة دي ولا مش حنة؟ امشي يا بي انت جاي تتبلى عليا يا بي. طب اعرف منين انك على رجلك محني؟ اعرف منين انا يا بي؟ انا معرفهاش. اهو امشي ما اضربهاش. خلي حضرتك الكاميرا تجيب حنة رجله اهي. لو هي مثلا غلطانه او هي في حاجه مش عاجباك فيها قول لنا. محدش يقدر يبص لواحده زي ديت يا باشا. مش عاجباني ايه يا اخويا؟ ده انا اللي لابسه البنطلون اللي هو لابسه. اه نفس الجنس ولا لا؟ ايه يا عم ادرى؟ انا لازم اجيب حق اختي. ايه يا عم انت بتعمل ايه؟ كان بيتحمل رجلك رجلك كل يوم. ايه ده؟ ادرى ما تخافش يا اخويا. ما تخافش يا اخويا. واحد يتجوز اثنين وثلاثة ويرميهم في الشارع ويرمي العيال في الشارع وبعدين في لا حرام طبعا. سيد يا باسطى. هلا هلا ويا اختي اسماعيل. تعالي تعالى يا ابني. ابنك يا اخويا. ابني ايه يا وليه؟ ابنك ايه يا وليه انت؟ اروح اطلع البيت. طب اعملي انت من اصل ايه؟ طب اعملي انت من اصل. انت جاي من فين؟ نسيت اما كنت بتقولي هلا شمندوره من جنة وهي زغنونه من جنة. وانا اقول لك هيكدولي هيكدولي. تعالى يا ولا. ولا اعرفك ولا تعرفني. مين ده يا ولا؟ ابويا. اهو. طب هو يد بالولد الصغير ده؟ انت مين يا ابني؟ اروح اطلع البطاقه يقولوا لي انت الزوجه الاولى ولا الثانيه يا بسطة؟ لا خمسه. قولي له خمسه. خمسه في العالم يا اخويا. عيني. اسمع يا ريس. هو انت قلت دلوقتي لو انت مقتدر وانت شكلك مقتدر فممكن تكلم. لا مش مرات ولا اعرفها. ولا تعرفها؟ اول مره اشوفها. بأمارة المكتب بتاعه بتاع العقارات من عرق جبيني الف في الشوارع امد ايدي للي يسوى واللي ما يسواش وهو عمال يقول. فين من انت يا وليه؟ وين مراتك يا اخويا؟ مراتي فين؟ هيكدولي هيكدولي. يا مدام الكلام دي بعمليها معاه في البيت مش هنا في الشارع يا حبيبي. اتفضل حضرتك. هو حضرتك يمكن انت مقصره معاه في اي حاجه. مقصره في ايه يا اخويا؟ شايفني وحشه؟ لا اصل هو بينكر اني ومتجوزك انت مش عارف ولا فاقد الذاكره؟ طب اتكل على الله يلا. يعني انا متكل على الله يا اخويا. شايف انها مش محترمه؟ لا ولا اعرفها. مش معرفهاش ولا شفتها. يا سيد ما حدش غريب يعني. يا باشا ما شفتهاش ولا اعرفها. سيد يا بسطويسي اتعدل كده واتذبح. انت جبت اسم من فين؟ الله ياكلك مترو. الله ياكلك قطر يا اخويا. قطر ياكلك. يا جدعان عشان بس انت وبينكم اولاد. لم نفسك يا بسطة اتعدل كده. ها روحي اتكل على الله يلا. يا الله اتكل على الله. ايوه عليا قدام الناس. ست محترمه وعايزه تعيش. اه احمد يا باشا. هلا هلا يا اخويا. واقف بتسجل لي كمان؟ دي مين دي؟ دي مين انت يا ست؟ انا مين؟ مش عارفني يا اخويا. لا مش عارفك. الهام الله يرحم فيلم البيل بواب. يا ست الهام هانم. يا ست ده انا الباشا وهاكلك بغاش. روح الله يسهلك. بس كده انا مراته يا بيه. انا مراته. مراته منين؟ انت هتتبلى عليا. انت بتزكني ولا ايه؟ ايوه يا ست انت منين؟ بتتبرى مني قدام قدام. روح الله يسهلك. انت ليه هتترزيني هنا؟ فاكر انت فيلم البيل بواب؟ طب استنى حضرتك بس. ايه ده؟ يمكن مثلا حضرتك لو انت زعلان منها. يا عم مش زعلان. ومين انت جايه منين انت؟ مين الهام؟ مين رمك علينا؟ انا الهام. الله اسمعني بس يا حضرتك. انت مثلا ايه العرف ده؟ اكلك وحش في البيت انت يا اخويا. انا معفنه. ده انا بستحمى في اليوم مرتين ونص يا شيخ. اروح اشوف نفسك. اروح اشوف نفسي اهو يا اخويا. عامله الشعريتين السفره اهو. شوف مين الفرن الدوك اللي اداك في وشك. كان يتفرج كان يتفرج على البيل بواب ويقول لي ايه انا الباشا وهاكلك بغاشه. ممكن اقول لك حاجه؟ ممكن ترضيها واحده؟ يمكن انت من بره هلا هلا ومن جوه يعلم الله. لا يا اخويا شفتيش اهو بيستلوا الشمس اهو. يا ست روح الله يسهل لك. شوف حد تاني. انا بسحم منك يا باشا. انت مين مسلطك علينا؟ فاكر لما كنت تقول لي يا خرب بيت ابو المجارفه انت مع الجاهرين يا سعاد؟ يبي 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 قلبي قلبي قلبي. الحاجات
عادي في البيت بقى عيب. طب الله يكرمك بس روحوا كده الله يسهلك. افتش الباقي. روح مين يا عم انت هتجيب لي مصيبه. افتش الباقي. يا عم ده مصيبه دي. انا مصيبه. روح الله يسهلك امشي. طب وريني الكلسون اهو الكلسون بني. الكلسون ايه؟ بني. يا عم مش هايل البلوه دي. احمد احنا بنحاول نحل احنا مش عايزين العيال تتيكل. يا عم ما اعرفش بقى. طلع الكلسون. روحي بس روحي. ده مرة مجنونه. ايوه يا اخويا. عندك ايه؟ مخلفه منه زربة عيال. زربة ايه ده انت غريبه من الزربه. لا زربة عيال. ايه يا عم مالك؟ انت عامل فيها ايه؟ يا عم روح يا